وحاجز الراس حربة ده عن المرمى. كمل بقى هتلاقي الراجل ده خطف قبل هاني. بص خد خطوتين، بص بياخد خطوات قبل هاني. تمام، اقف بقى، اقف هنا. هنا دي ايه؟ كرة مشتركة. انا الاقوى هو اللي هياخدها، الاقوى جسمانيا. انا اطلع واروح مكوع واروح حاطط كوعي. طبعا ناس كتير هتقول الشناوي طلع ولا ما طلع، هي سريعة لانها معمولة من جوه، اوفر من جوه قوي، هيبقى برضو فيها صعوبة، ومعمول تشيب باص اللي هو يعني فوق الرؤوس على طول. كمل بقى، كمل. بص رامي حاول ان هو يرجع خطوتين ويسيب الراجل بتاعه، لكن هنا لازم محمد هاني هو اللي يطلع ارتقاء. بص هو شايف اكتر على طول. أوه. على طول مندي اعلى. هاني هنا شايف الراجل، هو اللي مكوع، هو اللي حاطط ايده في وش هاني حامي نفسه. كان المفروض العكس، كان هاني يحط ايده اليمين ويبقى هو الارتقاء بتاعه اعلى ويطلعها. ده الطبيعي. صحيح. لكن يعني الفكره في انك انت بتوصل 10 15 20 مره بكرات زي دي، مفيش ولا واحده بتيجي. وهو يوصل بكورتين يجيبهم، يعني واحده جون وواحده في العرض. جماهيرهم مش مصدقه كابتن. طبعا كابتن يعني هو طبعا يعني مبروك، يستاهلوا لان لعبوا بقوه ولعبوا بشراسه. هارد لك النادي الاهلي. النادي الاهلي اظن انه استفاد جدا. كنا نتمنى طبعا احراز لقب البطوله العربيه، وادي رد على الناس الكتير قوي اللي قال لك بطوله سهله ومستويات متواضعه. اهو يعني القرعه بطولة قويه جدا وصعبه جدا. القرعه بتجامل الاهلي يا كابتن، والقرعه بتجامل الاهلي. ما فيش اي مجامله من اي نوع. الماتشات كلها قويه جدا، وادي البطوله في قبل النهائي والنهائي هتبقى قويه جدا. بكره هتتفرج على مفرمه. صحيح. ما بين المغرب وتونس، الترجي و فتح الرباط، فتح الرباط، واللي هيوصل للنهائي مع الفيصلي هتبقى اكثر مفرمه. يعني النهائي هيبقى قوي جدا ويبقى فيه شراسه كبيره جدا. البطوله العربيه طول عمرها مش سهله وقويه جدا، لكن احنا بنحس عشان ماتشاتها قليله. لكن النادي الاهلي حاول، لكن لازم الكابتن حسام البدري يقف عند تضييع الفرص. يعني الله يكون في عون الكابتن حسام غصب عنه، لكن بص انت بتوصل بشكل كبير قوي وبتضيع. صحيح. بتضيع كتير قوي وفرص سهله. صحيح. اتمنى ان الكابتن حسام يشتغل عليها دي بشكل كبير. ولازم النادي الاهلي طبعا طبعا احنا فاقدين سردباك. يعني في قلب الدفاع. احنا محتاجين. وقلنا على يمينه وقلنا ان حجازي لما هيغادر لازم النادي الاهلي يعني يعمل صفقه او اتنين يكونوا من العيار الثقيل، لان المكان ده مكان بيحتاج لعيبه كتير. حقيقة. مش زي اي مركز. حقيقة. انت بتلعب بسردباكين ولازم يبقى معاهم اثنين او ثلاثه بحيث ان لو حد تعور ولا حاجه. طيب اروح سريعا لزميلنا امير هشام، يعني بعد المؤتمر الصحفي وتصريح